Jazakallah khair, Shaykh. بعد الإخوة الذين يعيشون في الغرب لم يستطيع حضور الجمعة لأن منع وظيفتهم الخروج لحضور الجمعة وبعضهم في حاجة شديدة للعمل وأصبحوا فقيرا وبعضهم يقعون في المحرمات لكسب لقمة العيش فما نصيحتك لهؤلاء؟ لا بأس من صلى الظهر لا شيء عليهم إذا كانوا مضطرين إذا كانوا مضطرين لهذه الوظائف فإنهم يدعون الجمعة ويصلي الظهر إذا كانت المؤسسات والشركات التي يعملون بها لا تعمل لهم بحضور الجمعة أما الأعمال في المكاسب المحرمة كالأعمال بحواليد الخمر أو بما من يبيعون اللحوم المحرمة فلا يستغلون ولا يشاركون ولا يعلمون هذا جزاك الله خير يا شيخ.